جلسات الحوار الوطني ما زالت مستمرة بثلاث محاور بتوعها، المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي. مشاركة بتضم كل فئات المجتمع المصري من سياسيين وشخصيات عامة ونواب في البرلمان وشباب أيضا. مشاركة الشباب ربما الحاجة الوحيدة اللي بتفرح في جلسات الحوار الوطني، بتمثل حرص شديد من الدولة أنها تسمع وجهة نظر الشباب، أنها تسمع أفكارهم إزاي كانت مطروحة على أجندة المناقشات، وخصوصا أن الملفات اللي بيهتم بيها المواطن بشكل مباشر بيبقى الشباب ليه رأي، أعتقد يعني أنه هو الأقرب للشارع أو أقرب للمجتمع يا جمال. صحيح مصطفى، يمكن كمان حياة الشباب ليهم أفكار كتير تم طرحها في لجنة المحليات لما نتكلم عن ملف بعينه. عشان كده احنا معانا في فقرتنا النهارده النائبه مرتا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب، والاستاذ مؤمن السيد عضو تنسيقيه شباب الاحزاب. منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك. اهلا. زي ما بيقال دايما السيدات اولا، فهبدا طبعا بحضرتك سيدة نائبه مرتا. يعني واحنا بنتكلم عن المشهد السياسي واحنا بنتكلم عن الحوار الوطني بشكل عام، احنا المشهد المألوف بالنسبة لنا أنه لو في ملف بعينه أو قضية معينة بيتم مناقشتها، بيتم مناقشتها من قبل أصحاب الخبرة زي ما احنا متعودين. لكن المشهد الآن مختلف، وهو مشاركة ومزج بين أصحاب الخبرة وأيضا الشباب اللي هم بالمناسبة عندهم خبرة ومتواجدين على أرض الواقع بشكل فعال مع الناس في الشارع. فكرة مشاركة الشباب كمان في جلسات الحوار الوطني بشكل عام وفي المشهد السياسي في مصر بشكل أكبر، ونتكلم عن الصورة الأكبر، شايفة أهمية النقطة دي إيه وإزاي تثري المشهد السياسي في مصر؟ اولا صباح الخير عليك وعلى كل الساده المشاهدين. بشكر حضرتك جدا على طرح السؤال، ويمكن ده في جوهره مش فكره سؤال، هو في جوهره الجوهر بتاعه فلسفه الحوار الوطني اللي قايمه عليها من البدايه. اذا كان في دعوه من القياده السياسيه ايمانا منها بفكره طرح يعني ايديولوجيات وسياسات مختلفه في كل المواضيع اللي على طاوله الحوار، دي كانت جزء من الفلسفه اللي قايمه عليها الحوار الوطني، وهي الافكار المختلفه. يعني احنا اربعه دلوقتي في الاستوديو، لو اتكلمنا على الموضوع واحد هيبقى عندي اربع اطروحات مختلفه باربع وجهات نظر متباينه، ويمكن ده اللي بيسمن وبيعزز فكره المخرجات في النهايه او التوصيات، لان احنا بنستقي وبنستفي من كل الاطروحات اللي بتتقدم افضل مقيل والاقرب الى المثاليه والاقرب الى التطبيق الى الواقع. فاذا كان عندي في نماذج مختلفه سياسيه في الاحزاب اللي موجوده، في فكره الشباب، في فكره المتخصصين والخبراء زي ما حضرتك اشرتي، ده هيعمل عندي توليفه متنوعه في ان انا اخرج بتوصيات متباينه الرؤى ومتباينه وجهات النظر، بتكون هي اللي في النهايه اقرب الى التطبيق المثالي على ارض الواقع. علشان كده وجود الشباب، احنا مش بنتكلم على طاقه شبابيه فقط ولا عن تمكين شباب موجود او رحله تمكين مكمله بصوره مثاليه كبيره، لكن احنا بنتكلم على افكار هي الاكثر مستقبلا وهي الاكثر قدره على رؤيه المستقبل بشكل كبير، نظرا لطبيعه الشباب اللي بيقدم اطروحاته ونظرته المستقبليه وكمان قدرته على قرايه الواقع بشكل متابع للثوره التكنولوجيه اللي احنا موجودين فيها وتقاربها وانعكاسها في كل المجالات اللي احنا بنعيشها. وكمان افكارهم قريبه للشباب المصري نفسه، يعني قادر يفهمهم ويستوعبهم ويعرف هم عايزين ايه. ومن هنا كانت موضوعيه الطرح، لانه في النهايه لما جزء من الشباب هو اللي بيطلع جزء من المخرجات، فبيطلعها بما يتراءى له من الواقع اللي هو عايشه ومتلامس معاه. ففكرة مشاركة الشباب في الحوار الوطني أعتقد أن هي بتمثل العمود الفقري من نجاح الحوار الوطني إن جاز ليا التعبير، لأن هي الأساس اللي بيعبر عن انعكاس المجتمع اللي بيمثل في النهاية عندي 60% من طاقة المجتمع المصري وهو المجتمع الشاب. ففي النهاية إحنا بناخد الأفكار والإطروحات من قلب شبابها، وده جزء من نجاح تطبيقها في المستقبل. أستاذ مؤمن، يعني المشاركين في جلسات الحوار الوطني القسم المشترك ما بينهم في تصريحاتهم ان فلسفة الحوار الوطني بتقوم على ترتيب الأولويات، ترتيب أولويات أجندة الدولة المصرية أو دولاب عمل الدولة المصرية في المرحلة القادمة. إزاي شفت ده وانعكاساته من خلال حضورك لجلسات الحوار؟ طيب خليني في البداية يعني أنا حابب أوجه شكر لزملائي في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مشاركتهم على مدار 24 جلسة خلال الأسبوعين اللي فاتوا، مشاركة سرية، مقترحات، حل للمشكلات وتوصيات، وبصراحة التزموا بمدونات السلوك اللي تم وضعها من الأمانة الفنية. فكنت حابب في بداية كلمتي أن أنا أشكر زملائي في التنسيقية على العرض المشرف بصراحة.
وبرضو بالإشادة اللي احنا فيها قبل ما نبدأ حديثنا، الإمامة الفنية للحوار الوطني عملت مجهود كبير جدا بأمانة علشان يظهر الجلسات على المدار الأسبوعين اللي فاتوا بصورة مشرفة. في الحقيقة بقى في إجابة سيادتك، إجابتي على إجابة سؤال حضرتك، لا كان في تنوع مهم جدا من بداية الحوار. كل الأجندات اللي تمت وكل الموضوعات اللي تم طرحها على أجندة الحوار من أول يوم في اللجان كانت مهمة جدا. هنيجي نشوف على سبيل المثال قانون المحليات أو الإدارة المحلية فيما يخص. أنا مش مختلف حضرتك إن في تنوع، أنا بسألك على قصة فقه الأولويات. ماشي، ما أنا بقول لحضرتك في يعني من ضمن الأولويات، ما هو في مواضيع كتيرة تم طرحها وتم استقبالها من كل الشعب المصري. تمام. قوى سياسيه ومثقفين اعلاميين، فبدات يتم ترتيب الاولويات في الموضوعات. فمن ضمن الاولويات اللي بدانا بيها مسبقا قانون اداره محليه وانتخابات بما يترتب من اهميه في الشارع المصري، ده كان من ضمن الاولويات اللي انا كنت شايفها مطروحه بصفه عاجله على طاوله الحوار. تمام. بكل تاكيد هي يمكن ملف المحليات تحديدا هو ملف مهم جدا، والحقيقه هو يعني هذا القطاع هو يعني خلينا نقول بيشتبك اشتباك مباشر مع المواطن في الشارع، مسؤول عن يمكن عده خدمات بنسمعها بتقدم حاليا. يمكن كان عندنا مشكله كبيره جدا هي المعنيه بيها بالفعل قطاع المحليات، واحنا بنتكلم عن الترفيق وعن الطرق وعن كل هذه الملفات متعلقه على فكره بالمحليات، فطبعا هو ملف فيه غايه الاهميه. طيب خليني اعرف من حضرتك يا استاذ مؤمن، واحنا بنتكلم على الأطروحات أو التوصيات، كانت أهم النقاط أو أهم خلينا نقول محاور الجدل أو النقاط اللي أنتوا كنت شايفين أن لازم يتم العمل عليها فورا في هذا الملف كانت إيه؟ طيب بصي، خليني برضو أوضح معلومة، أن إحنا عندنا من 2010 مفيش محليات، فده خلى المواطن يعاني كثيرا. عدم وجود محليات في الشارع المصري تفاقم في المحليات. طبعا دور المجالس النيابية وأعضاء المجالس النيابية دور مهم جدا، بس في دور تكاملي. عضو مجلس المحلي وجوده هيسهل العمليه لاعضاء مجالس النيابيه، كان سواء كان اعضاء مجلس النواب او الشيوخ، في طبعًا التفرغ الكامل للعمل الخاص بالنيابي والتشريعي. لكن اللي احنا في على مدار الجلستين اللي كان موجودين بخصوص المحليات، احنا لقينا النسب القايمه، كان في بعض الاختلافات، الايديولوجيات المختلفه، النظام الانتخابي. في توصيات طبعا طلعت من الجلسه كانت مهمه جدا، من اهمها تعريف صريح للعامل والفلاح، الاتجاه للنظام الانتخابي، اعتماد النظام الانتخابي واصدار القانون في اسرع وقت. توصيات مهمه برضو ما كانش حد كتير اتكلم فيها، وضع العاصمه الاداريه ايه في القانون، المحليات في المجتمعات العمرانيه، هل هيتم وجود ليها مجلس محلي لهيئات المجتمعات العمرانيه؟ ده برضو من بعض التوصيات والاطروحات اللي تم مناقشتها على طاوله الحوار. في توصيات كتيره جدا تم طرحها، وعلى سبيل المثال برضو المكافاه العادله لاعضاء مجالس المحليه، ان هم طبعا تطوع ويكون متفرغ، ما يكونش لديه اعمال عشان خاطر يقدر يباشر العمل الخاص بالمحليات. طبعا من بعض التوصيات ان اللي كان الجميع متفق عليها في القاعة، وانا اول مره اشوف اتفاق بين مؤيد ومعارض وشباب صغير في السن وبعض الشخصيات السياسيه، ان هو سرعه اصدار القانون. ده كان اهم مطلب للقاعة كلها. وانا كان عندي تساؤل بصراحه، النهارده لو تم اصدار القانون هل احنا جاهزين؟ هل بقى الاحزاب اللي كانت بتجري على النسبه المطلقه المغلقه على الفردي، طب النسبه، طب هل انتوا جاهزين جاهزيه كامله؟ رغم ان احنا بنسمع المحليات بقى لنا اكثر من 5 سنوات. ده سؤال تقوله الاحزاب. نائبه مرثا محروس، قلت بالفعل وفي القاعه هنرجع نتكلم في النقطه دي. صحيح. لو اتكلمنا فيما يتعلق بالنقطه الخاصه ب في حاجه اسمها الجوب ديسكريبشن او التوصيف الوظيفي، يعني توصيف المسمى الوظيفي. اعضاء المجالس المحليه التوصيف الوظيفي بتاعهم قبل القانون ده ايه، وبعد القانون هيبقى عامل ازاي؟ خلينا نتفق ان الوصف الوظيفي لاعضاء المجالس المحليه هو كل ما يخص المحليات على ارض الواقع. بيعملوا ايه؟
بيعملوا ايه. لو هنتكلم على مستوى الاحياء زي محافظه من محافظات القاهره مثلا، هو كل ما ليه علاقه بالبنيه التحتيه والرصف والشوارع والاناره وما يقدم من خدمات على ارض الواقع في الشارع للمواطنين بشكل مباشر، حال المباني اللي موجوده، التراخيص الخاصه باصدار المباني وهدمها، كل ما يخص الشارع المصري من بنيه ومن محليات ومن اصدار تراخيص الخدمات اللي موجوده وتاهيل المواطن للحصول عليها. عايز احط بس جمله صغيره، ده وما كانش في حد من اعضاء مجلس المحليه، ده كان بيتحمله نائب الدايره؟ لا زال بيتحمله نائب الدايره، هو مش كان ولا حاجه يعني ولا لا يتفرغ لمهامه التشريعيه. الفجوه الكبيره اللي حصلت من 2010 الى الان، احنا بنتكلم عن حوالي 52,000 كادر المفروض ان القانون بيستهدفهم في الفتره اللي جايه، ف 52,000 كادر موزعين على كل محافظات الجمهوريه، فبالتالي غياب الدور ده او الفجوه ده اللي بيتحمله هو ال 600 نائب اللي موجودين في المحافظات علشان يكمل الدور ده. وعلشان كده فكره يعني الحاح المجلس او سرعه المناداه بسرعه اصدار القانون، مش بس علشان احنا نكمل الخدمات المرجوه للشارع المصري، لكن علشان يكون في اولويات زي ما حضرتك تفضلت في مهام كل واحد منهم من الوصف الوظيفي. دور النائب الاساسي هو الدور الرقابي والتشريعي والخدمي بشكل تكاملي، هو ده الدور المنوط به يعني. بالظبط كده، المنوط به بشكل عام لعضو مجلس النواب. لكن في النهايه غياب دور المحليات اصبح هناك عبء على عضو مجلس النواب في انه لازم المواطن من حقه انه يكتمل الدور ده ليه، فمين اللي هيكمله في النهايه غير وجود مجلس النواب؟ علشان كده انا شايفه ان قانون المحليات ما اصبحش ترفيه او مجرد تنظير في الحديث عنه الفتره اللي جايه، اعتقد انه من الاولويات اللي كانت موجوده على قائمه الحوار الوطني علشان الدور المهم اللي احنا بنستدعيه لاكتمال المنظومه بشكل كامل. لو انا هتكلم عن وصف وظيفي يبقى لازم كل واحد فينا ياخد النقطة المحددة لعمله، وبالتالي هيكون عندي اكتمال للمنظومة بشكل كبير. دور الأحزاب وتأهيل الشباب لده، أعتقد دي كلها ملفات مهمة جدا لازم نحطها نصب عيوننا الفترة الجاية إذا كان عندنا يعني القدرة الإيجابية على إخراج المشروع للنور ونجاحه، لأن ممكن أنت تطلع مشروع قانون لكن في النهاية تجد أن المجتمع غير مؤهل لتطبيقه. لا مش احنا عندنا مشروعات أصلا مش مفعلة، عندنا قوانين بالفعل غير مفعلة، موجودة القانون بس على أرض الواقع مش شايفين، غير مؤثرة وليس غير مفعلة. خروج القانون من مجلس النواب معناه 100% تفعيله، ولكن إلى أي مدى تأثيره في المجتمع دي اللي علامة استفهام الكبيرة. يعني المشروع القانون هيخرج من مجلس النواب وهيطبق والانتخابات هتتم، سواء كانت القائمة مغلقة أو نسبية أو أي مكان شكل خروج القانون، لكن العلامة الكبيرة هل 52,000 شاب في محافظات الجمهورية هيكون لهم تأثير على تغيير الواقع اللي احنا متضررين منه دلوقتي في الشوارع المصرية بكل الربوع وكل المحافظات اللي احنا بنستهدفها؟ هو ده علامة استفهام الأكتر. علشان كده أنا شايفة أنه من الأولويات هو إعداد الكوادر قبل ما يكون عندي إعداد مشروع القانون، لأن في النهاية مشروع القانون هو نموذج موجود، اتفقنا أو اختلفنا عن مواده الأساسية، سيكون الحكم المجلس النواب في النهاية، لكن تأثيره على المجتمع صحيح. المصري هو ده الأولوية في نظري قبل كمان خلال. مهمة وإحنا بنتكلم كمان في ظل التحول الرقمي والرقمنة اللي بتتجه إليها الدولة المصرية، لازم يكون في كوادر مؤهلة طبعا ده بكل تأكيد. طب هرجع تاني لحضرتك أنا آسف يعني استكمالا لكلام نائبة مرسى، إن كان من ضمن التوصيات إن وجود أكاديمية للتدريب للمحليات على مدار سنتين الكادر يتم تأهيله وتدريبه، يعني لازم إن هو يلتحق بأي كان بقى الشكل بالتدريبات دي، أو بعض يعني من ضمن الأطروحات اللي تم طرحها إن الأكاديمية التدريب الوطنية للتدريب برضه هي اللي تدرب الكوادر ديت على أساس يكونوا مؤهلين بشكل علمي وعملي، زي ما هي قالت مش هنجيب القانون وهيتم إصداره و 52,000 يجوا في الآخر المحصلة زيرو. دي نقطة مهمة. طيب أستاذ مؤمن هرجع لتساؤل حضرتك خلال جلسة المتعلقة بملف المحليات، حضرتك كان ليك تساؤل مهم. التساؤل أنا سألته بصراحة، هل الأحزاب أولا إحنا لازم كلنا نحط مصلحة المواطن والوطن أمام أعيننا، طبعا فهل القوى السياسية والأحزاب السياسية وكل ما هو مهتم به العمل السياسي والعام، هل في تكاتف حقيقي بينهم عشان نحط المصلحة العامة مصلحة المواطن والوطن أولا، ولا في كل واحد بيبص لمصلحته الشخصية، هل هياخد كم كرسي في النسبة في القائمة، هل هشارك بكام،
فده مش هينفع. بس هل تساؤل حضرتك ده برضو من الناحيه الادبيه ولا من الناحيه احنا بنتكلم هنا في قوانين في قوانين. لا ما انا بتكلم بصفه عامه، هل الاحزاب السياسيه بقى مؤهله تاهيل كام وعندهم ما الاعداد الكافيه عشان يتم مشاركتهم في الانتخابات المحليه؟ بكره القانون تم اصداره، بعده هل هنشارك بنسبه كام كل الاحزاب السياسيه؟ احنا عندنا كوادر مؤهله على مدار 5 سنوات، اكثر من 10 سنين، مش 5 سنين، 10 سنين بنتكلم على المحليات. هل بقى خدنا خطوات واحنا قلنا جاهزين بملف كامل فيه الكوادر الشبابيه بتاعتنا؟ من ضمن التساؤلات بتاعتي ان انا تم ان انا طرحتها على القاعه، اعتماد النظام الانتخابي ده مهم جدا، تعريف واضح، ده كانت تساؤلات او التوصيات اللي احنا طلبناها من الامانه الفنيه، سرعه اصدار القانون، تعريف واضح للفلاحين والعمال. كان في بعض المشاكل اللي الناس كتير اتكلمت فيها، التقسيم والتوزيع العادل في المناطق المحافظات. احنا محتاجين نتوقف عند تعريفات العمال والفلاحين، لكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. نرحب بحضراتكم مرة تانية وما زال حديثنا مستمر حول جلسات الحوار الوطني في شقيه، في يعني كل الملفات وكل المحاور إن كانت السياسية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية. هرجع مرة أخرى بحديثي لأستاذ مؤمن، كنا نتكلم عن المجالس المحلية والتوصيات حول المجالس المحلية وتنظيمها وما إلى ذلك. عايز أعرف من حضرتك، كنت تتكلم عن فكرة تساؤل حول فكرة الأحزاب المشاركة والتمثيل الانتخابي وما إلى ذلك، إيه اللي حصل بعد كده؟ إيه التوصيات أو إيه النقاط اللي إحنا ممكن نكون في توافق حصل حولها؟ طيب، من ضمن التوصيات اللي تم إثارتها في الجلسة، لازم يكون في قانون خاص بالمحليات وقانون خاص بالعملية الانتخابية. لازم يكون قانون منظم للمحليات ذات نفسها. زي ما حضرتك اتكلمنا في الفاصل، المحليات والمرتبات إذا كانت مكافأة أو تفرغ، ده خاص بالقانون، والعملية الانتخابية دي قانون خاص بيه. فكان في توافق إن يكون في قانونين، قانون منظم وقانون العملية الانتخابية. أيضا من التوصيات اللي احنا كنا بنتكلم فيها تدريبهم على تدريب الكوادر في الأكاديمية الوطنية للتدريب. دي اتناقشنا فيها، وكان في نقطة حضرتك كمان مهمة بتتكلم فيها، فكرة التعريفات والمصطلحات اللي هي الخاصة بالعمال، تعريف واضح للعمال والفلاحين، وأيضا توزيع العادل للمناطق والتقسيم الجغرافي. النهاردة عندنا كان في أحد المشاركين بيتكلم على محافظة تعدد مركز أو قرية تعدد السكان بتاعه فيه 20,000، فليه 8 أعضاء المجالس، وفي على سبيل الآخر قرية أو مركز عدد سكانه تقريبا تعدى 1,000,000، فهل ياخد 8 زيه؟ فلازم يكون في تقسيم عادل للدوائر والتقسيم الجغرافي كمان. أيضا العاصمة الإدارية موقفها، هل هيتم وضعها ازاي في القانون وتوزيعها للاعداد المجالس المحليه والمجتمعات العمرانيه؟ طبعا هل هيكون ليها، طبعا احنا عارفين ان المجتمعات العمرانيه الجديده تابعه لوزاره الاسكان مش تابعه للاحياء، فهل هيكون ليها برضه اعضاء مجالس محليه شعبيه ولا لا؟ بالحقيقه كانت جلسه سريعه جدا، تقريبا خلصت الساعه 7:30 من الساعه 11، وكان فيها نسبه مشاركه كبيره جدا من مؤيدين ومعارضين. كل دي اطروحات. طب سياده النائبه مرثا، هل حسم الامر الخاص ب ان اعضاء المجالس المحليه يستطيعوا ان يعني يحجبوا الثقه عن المحافظ، او يعني صح كده ولا انا قلتها صح ولا بتتقال بشكل استخدام اداه رقابيه بالنسبه لهم؟ خلينا نقول انه شرعيه المجالس المحليه بتاتي من انتخابها زيها زي مجلس النواب او مجلس الشيوخ، ومن هنا فبيكون في اسلحه في ايد المنتخب او صاحب المنصب في الوقت ده كنوع من الادوات الرقابيه ليه اللي بيمارس بيها دور الرقابي. في المجالس المحليه دور الرقابي بيبقى خاص بالمحافظ على عكس البرلماني خاص بكل الوزراء وخاص بكل يعني المنظومه الموجوده في الوزارات عموما، لكن المجالس المحليه بيمارس دور الرقابي على المحافظ. فطبعا كان في من ضمن المشاريع القديمه فكره سحب الثقه واستجواب المحافظ في حاله ده في اطار حاله الجدل جوه حاله الجدل جوه
يعني في اطار اكتشاف شيء معين من حقه انه يعمل ده. بس خلينا نتكلم على ان دي كلها مجرد فرضيات عن شكل القانون. القانون لم يصدر بعد في مواده النهائيه. لكن دي طبعا من الافكار المهمه اللي هتمثل دور في تذليل العقبات. يعني وده واضح ان بنتكلم على مشروع قانون بالظبط كده. وجود فكره فساد او يعني فكره الرقابه هي اللي قايمه على ازاله الفساد في الوقت ده. فوجود ادوات رقابيه مع صدور قانون المجالس المحليه انا شايف انه ده امر ضروري جدا، لان هي بمثابه السلاح لتنفيذ القانون على الارض وتذليل كل ادوات الفساد اللي موجوده والموروثات اللي احنا ورثناها. لكن خلونا يعني برضو نركز في القانون دايما كده، علشان تخرج قانون في يعني من مجلس النواب لازم تطبق مبدا المواطنه فيه، مبدا المواطنه في التمثيل العادل للموجودين من اصحاب القانون ومن سا يعني يطبق عليهم القانون. فكرة في التمثيل الانتخابي. التمثيل الانتخابي دي أول جزئية، ويمكن المادة 180 في الدستور اتكلمت عن التصنيف اللي بيستهدفه قانون أو مشروع قانون المجالس المحلية، سواء من وجود ممثلين للمرأة والأقباط وفكرة الفلاحين والشباب وذوي الهمم. كل ده لازم يكون عندي تمثيل عادل، مش بس علشان اتكلم على المناطق الجغرافيه زي ما استاذ مؤمن قال في فكره التمثيل النسبي الرقمي، لكن كمان لازم اتكلم عن التمثيل النسبي الفئوي لكل الموجودين، علشان في النهايه انا بستهدف دوله بتتكلم عن مبدا المواطنه في كافه قوانينها. بما ان احنا تطرقنا للموضوع ده سياده النائبه، ازاي يعني ينفع يكون في نظام انتخابي يسمح بهذا التنوع الفئوي زي ما حضرتك قلتي؟ ده تحدي آخر. جاهزية المجتمع المصري لخروج كل هذه الفئات بتمثيل يعتمد على الكفاءة وليس الكوتا، ده سؤال تاني أنا ما عنديش إجابة ليه ومش دوري إن أنا أجاوب عليه. لكن إحنا هنا بنطرح مع بعض كل الأفكار والتحديات اللي قدامنا اللي بيها ممكن نذللها، علشان عندنا كلنا هدف واحد وهو خروج المشروع القانون للنور. إحنا كمجلس نواب وجدنا معاناة كبيرة جدا لوجود المرأة على أرض الواقع. فكان بالأحرى من 52 ألف شاب وشابة موجودين، مش بس في محافظات عامة زي القاهرة، ممكن نقول إن المعركة هتكون أقل، كان بيتكلم عن محافظات وكرة ونجوع عندها فكرة إنه العمدة أو الكرسي ما يخرجش بره بيت معين. صحيح. القبلية في مكان معين، السطلة تبقى في أسرة معينة، مش بتكلم بقى عن مرأة وشباب ومسيحي وفلاح وذوي همم. قد إيه المعركة هنا مش بتكلم على عشان كده أرجع لسؤال حضرتك الأول اللي أنت سألتهوني، فكرة القانون يخرج ولا لا، مش دي القضية بالنسبة لي. جاهزية المجتمع واعتمادهم على درجة وعي معين تخلي القانون أكثر تأثير، هو ده الإجابة الأهم دلوقتي. ومدى تأثير القانون هو اللي بيفرق، هو اللي بيدي المواطن خلينا نقول بيحمسه أو أن هو يكون مشارك، أن يكون ليه دور، وده اللي احنا في الآخر عايزينه يكون موجود. بالظبط صحيح. بالنسبة للجاهزية أنا عندي أحزاب سياسية ربما تنتظر مشروع القانون ودخوله البرلمان بفارغ الصبر وتراهن عليه أيما مراهنة. احنا عايزين القانون يطلع علشان احنا ما عملناش عدد كبير في الكراسي في البرلمان او في الشيوخ، فعايزين نخش المحليات، وهنا دورنا كحزب هيبقى مؤثر. صح كده؟ طب مدى الجاهزيه اللي قالت عليها نائبه مرثا في ظل اللي حضرتك قلته ان المفروض يبقى في سنتين تدريب؟ انا عارف ان كل دي افكار، انا فاهم كل ده، يعني هل في علاقه ازاي هيتطبق ولو ده حصل؟ وخلي بالك ان احنا بقالنا يعني اكتر من 10 سنين راكدين، يعني المفروض ان في جيل بيسلم جيل. أكيد. النهارده ما عنديش جيل، انا عندي جيل مؤهل. حصل فجوه كمان في الخبره، فجوه كبيره يعني. جدا طبعا. بص خليني اقول لك ان انا لاحظت ان بعض الاحزاب اقرت ان هي جاهزه تماما لخوض انتخابات المحليه. أيوة. طبعا ده حقهم، هو ادرى بكوادره الشبابيه، بس هي القصه مش ان انت تكون جاهز ان انت تخش انتخابات بعدد مقاعد معين وتخسر، لا، انا محتاج ان انت تخش انتخابات محليات بعدد كبير زي ما اتكلمنا في 52,000 تبقى مؤهل وتنجح، والمواطن يحس بالعضو المجلس المحلي اللي جه من على حزب سين او صاد يكون مؤهل، يقدر يدي للمواطن المصري الخدمه اللي هو عارفها، ويكون دور تكامله بينه وبين الساده اعضاء مجالس النيابيه. ده مهم جدا. بص حضرتك، يعني كان في مقوله اتقالت في الجلسه، لا للاحلام المعارضه للدستور. كان في بعض الاطروحات والافكار اللي تم طرحها، لكن معظمها يتعارض مع الدستور. فاحنا كنا بنحلم، وبعض الممثلين على طاوله الحوار في الجلسه الخاصه بالمحليات ابدوا توصيات جميله جدا،
ومهمة جدا، لكن للأسف إحنا عندنا دستور منظم للعملية، في قواعد وفي مواد لازم نمشي عليها عشان ده الدستور اللي احنا صوتنا عليه ومنظم العمليه الانتخابيه. طبعا لكن انا كان اتمنى ان الاحزاب ديت يكون عندها بالقدر الكبير جدا الشباب المؤهل، اذا كان شباب، مراه، نسبه العمال والفلاحين وذوي الاعاقه والاقباط، يكونوا على درايه بالعمليه. افتراضا ان هم نجحوا هتلحق تاهلهم في سنتين زي ما انت قلت؟ هو المفروض ان الكلام الداير ان الدوره تبقى قد ايه بتاعته؟ لا، ما هو اول ما القانون ده مده ايه الانتخابات المحليات؟ لا يعني جلوسه في برضه ما فيش حاجه حسمت خالص علينا النقابه حتى في القانون السابق في البرلمان يعني لا ما فيش. خلي بالك حضرتك ان قانون المجالس المحليات من المجلس اللي فات بيتم مناقشته. وخلينا يعني اتكلم في جزء تاني سريعه، ان التنسيق بصراحه عملت حوار مجتمعي حول قوانين الانتخابيه والمجالس النيابيه كلها ومن ضمنها المحليات. احنا عملنا مشاركه كبيره جدا مع كل القوى السياسيه، وقدمنا وثيقه لمجلس النواب في كل الاطروحات اللي تم طرحها من المؤيد والمعارض، شخصيات سياسيه، مثقفين. ده من المجلس اللي فات، يعني احنا بنتكلم في برلمان في فصل تشريعي اول 2015-2020، والنهارده في الفصل التشريعي الثاني من 2020 وهي هينتهي 2025. نأمل ان يكون في سرعه في اصدار القانون عشان الناس تحس طبعا بالخطوات. الناس في الشارع بتعاني لحد ما، محتاجه العضو مجلس المحلي اللي في القريه اللي عارف الصرف الصحي اللي على درايه بيه المشكله. مش هنستنى لما الدنيا تكبر وتوصل لمعالي النواب في اعضاء مجلس النواب والشيوخ، وعلى العلم برضو اعضاء مجلس الشيوخ بداوا يقوموا بالدور النيابي الخدمي برضو. لازم يكون في حد موجود، يعني في الاخر في مواطن في الشارع يلزمه في دور تكاملي. العضو المجلس المحلي بيقوم بدور كبير او دور تكاملي مع الساده اعضاء مجالس النيابيه، ومهم جدا الدور ده. هو همزه الوصل يا فندم. يعني فانا شايف ان جاهزيه الاحزاب، في احزاب اقرت ان هي جاهزه. طب بعد الجاهزيه هل هو مؤهل ان هو ما يسببلكش مشاكل بعد السنه الاولى؟ هل هو عنده درايه بما يخص المحليات، العمل المحلي، القوانين المحليه؟ ده برضو كان لازم يكون في تدريب واستعانه بخبراء في هذا المجال لكل من ينتوي للترشح لمجالس المحليه. وانا شايف ان دي خطوه مهمه، ان كل قوى سياسيه بدات تشوف جديه الدوله في الحوار الوطني. اهوت احنا ناقشنا ملف مهم جدا بالزبط. في المحليات قعدنا كلنا ابدا اجهز ابدا بالزبط. اعمل قايمه، ابدا اجهز ناسي، الفئات المختلفه اللي معالي النائبه اتكلمت فيها، النجوع هشوف فيها مين الناس اللي هي على درايه بالمشاكل الخاصه بالمحليات او عندها القدره ان هي تشارك المحليات. طيب سيده النائبه، هرجع لحضرتك مره تانية. بجانب ملف المحليات، حضرتك كنت مشاركه ايضا في احدى جلسات الحوار الوطني وكانت معنيه بقضيه التمييز. احنا عندنا مشكله احيانا في فكره التعريفات، يعني زي ما استاذ مؤمن تحدث عن فكره التعريفات حتى العمال والفلاحين، احنا بالنسبه لنا كانت برضو احنا حافظينها عارفين عمال وفلاحين، بس ايه هي تحت هذا المصطلح؟ يعني بالنسبه لنا هي زي ما بيقولوا كده عايمه. لو هنتكلم عن قضيه التمييز، محتاجه اعرف من حضرتك مصطلح تعريف للتمييز، امتى اقدر اعتبر ان هذه القضيه هي قضيه تمييز؟ طيب خلينا نتكلم عن ان كانت قضيه التمييز، ويمكن كانت في الاسبوع الاول خاصه بالمحور السياسي، وشارك فيها جميع الاحزاب السياسيه باطروحات تقدمت ليها، ويمكن كانت من احد الاشكاليات وجود تعريف شامل جامع لمعنى التمييز. ودي كانت قضيه مهمه جدا، ويمكن انا اتكلمت فيها انه في احد الأحكام الخاصة بمجالس الدولة تكلموا عن التمييز، وهو كل ما يخالف النص الدستوري في المادة 30 عن حقية المواطنين في التساوي في جميع حقوقهم، سواء كان التمييز ده تمييز إيجابي أو تمييز سلبي. بالمناسبة يعني وجود المرأة في كوتا ده تمييز إيجابي، إنجاز ليا التعبير، يعني أنه ده يعني بالنسبة لبعض الرؤى السياسية أنه في النهاية ده نوع من التمييز، أنا بدي تمييز إيجابي للمرأة علشان عدم قدرتها على الحصول ليه في وقت معين. ولكن ده طبعا على الإطار السياسي ليه فلسفة تانية، وأنا معها قلبا وقالبا تبنيا لمرحلة معينة بتمر بيها الدولة المصرية. لكن هو فكرة التمييز هو أي شيء بيحول عن حقية المواطنين في الحصول على جميع حقوقهم بشكل عادل دون تمييز. التمييز ده ليه أشكال كبيرة جدا، خاصة بالنوع وبالجنس وباللون وبالدين وبالعرق وبالمنطقة الجغرافية وبالإعاقة ودرجة الإعاقة
كل دي اشكال واصناف يتم التمييز ضدها سواء بقى للمراه او للرجل. احنا مش بنتكلم عن تمييز، يمكن احنا بس الفكر الشائع لينا التمييز للمراه، لكن الحقيقه ان في بعض الرجال كمان بيعاني من التمييز بدرجه نوعهم او بدرجه لونهم او بدرجه صحيح. عقيدتهم او دينهم او عرقهم او انتمائهم السياسي، كل ده بيصنف اليه التمييز. والحقيقه ان انا كان ليا شرف ان انا قدمت يعني نوع من التوصيات او الاطروحات في هذا الملف، وتقدمت بضروره وجود مفوضيه عدم التمييز. ويمكن مفوضيه عدم التمييز امر من الامور اللي اتكلمنا عليها على مدار التاريخ السياسي واهميتها، وهي تجربة رائدة في كثير من البلدان سواء العربية أو الأوروبية، واللي تمت بشكل ناجح جدا، وده بيتم من خلال إصدار قانون خاص بمفوضية عدم التمييز. تبقى هذه المفوضية هي الإطار الحصاني لكل المواطنين اللي بيتم التمييز ضدهم، واللجوء لهذه المفوضية لفض شكل من أشكال التمييز، وده بشكل معين قانوني سيتم إذا يعني طبق هذا المقترح سيتم النظر ليه بدرجة عقوبة معينة. والحقيقة كان في إجماع كبير جدا عن إنشاء المفوضية، لأن هي هتكون شكل طارئ جدا للتخلي عن كل أصناف التمييز اللي احنا تبنيناها. خلينا نقول إن التمييز هنا ده لا يعني فكرة فقر الدولة من عدمها أو قوة الدولة من عدمها، لأن أكبر الدول في اقتصادها وأكبر الدول عالميا بيعاني منها التمييز. ويمكن الأكثر شاعة هو التمييز باللون الأبيض عن الأسود في أكبر وأعرق البلدان الأوروبية. فده معناه إنه إحنا مش بنتكلم على إن إحنا دولة ضعيفة بتعاني من التمييز، لا صحيح صحيح، إحنا دولة زي أي دولة بيصنف لها التمييز، ولكن مع يعني نقدر نقول عليه كثير من الموروثات والعادات الخاطئة ازدادت درجة التمييز ضد فئة عن الأخرى، أو سلط الضوء على التمييز على فئة عن الأخرى. لكن في النهاية احنا بنتكلم على تمييز موجود، درجة التمييز متباينة من مجتمع للآخر. درجة الوعي والمحاربة ضد الوعي أو معركة الوعي اللي احنا متبنيينها مع حضراتكم النهاردة في يعني منبركم الإعلامي الكريم، أعتقد ده هيكون ليه دور مهم جدا مع المفوضية أو مع وجود يعني فكرة أو قانون يحمي ويحصن المواطن المصري ضد أي تمييز يوجه إليه. صحيح. على أي حال يعني ما زالت جلسات الحوار الوطني مستمرة، ما زال الحضور يعني يتناوبون من مختلف الأطياف والتلاوين السياسية والعمرية، ما زالت الجلسات الثلاثة هي اللي يعني يوما بعد الآخر بتثمر عن مناقشات جدية محور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي. الحديث عن أن هذه الجلسات قد تستمر لعدد من الشهور يقارب الأربعة شهور، ولكن قد ظهرت ممكن نقول أن احنا نراها أن في بعض الإشارات ظهرت، وان في بعض مشاريع القوانين يعني ظهرت ان هي ممكن تقدم للبرلمان. اتكلمنا النهارده عن ملامح من احد هذه المشاريع القوانين الخاصه بالاداره المحليه، كانت ضيفتنا فيه النائبه مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيق شباب الاحزاب، شكرا جزيلا لحضرتك. جزيل الشكر. وكان معنا ايضا الاستاذ مؤمن السيد عضو تنسيق شباب الاحزاب، شكرا لك استاذ. شكرا. نورتونا. صباح الخير. صباح الخير. شكرا جزيلا.